السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلبة الصف الأول الثانوي. إن شاء الله النهاردة هنحل مسائل تقيس مستويات عليا من التفكير عن الدرس الرابع هندسة، العلاقة بين مساحتي مضلعين متشابهين. النقطة الأولى بتقول إذا كان مساحة الشكل د ص و ج بتساوي 40 ومساحة الشكل واو ه ب ج بتساوي 32 ومساحة المثلث ألف واو صاد بتساوي 5، يبقى مساحة المثلث ألف ه واو بتساوي كام؟ أنا معايا يا أستاذ مساحة د ص واو ج دي 40، المساحة بتاعت ده 40، ومساحة المثلث ألف واو صاد بتساوي كام؟ دي بتساوي 5. يبقى دلوقت مساحة المثلث ألف واو صاد على مساحة المثلث ألف جيم دال هتساوي 5 ل 45، يعني اختصارها توسع. يبقى النسب ما بين الأضلاع كام لكام؟ يبقى 1 ل 3. يبقى لو قلنا ألف واو على ألف جيم هتطلع يا أستاذ 1 ل 3، النسبة دي طلعت 1 ل 3. طب ما نيجي نجيب برضو التشابه من المثلثين دول، المثلث ده مع ده، هنبص نلاقي يا أستاذ إن مساحة المثلث، مساحة المثلث ألف ه واو على مساحة المثلث ألف ب ج بتساوي 1 ل 9، لأن النسب ما بين الأضلاع 1 ل 3 اللي جبتها من المساحات اللي هنا. تمام، لو سميت أنا مساحة المثلث ده س، بقت س على هو قال إن الحتة اللي تحت دي مساحتها ب 32، يبقى س زائد 32 هتساوي 1 ل 9، نعمل وسطين في طرفين، بقت 9 س بتساوي س زائد 32، 8 س بتساوي 32، س الواحدة طلعت بتساوي 4، وهيكون الاختيار رقم ب. النقطة الثانية بتقول إيه؟ إذا كانت مساحة المثلث أ س ص ب 40، مساحة المثلث ده ب 40، ومساحة المثلث د ع م، د ع م دي بتساوي 13، ومساحة الشكل س ب ج ص س ب ج ص ب 50، فإن مساحة الجزء المظلل كام؟ نفس فكرة حلي اللي فاتت بالضبط. أنا معايا يا أستاذ 40 على 90، مساحة المثلث ده للكبير كله 40 على 90، لما نيجي نجيب الجذر يا أستاذ يبقى النسبة ما بين الأضلاع كام لكام؟ 2 ل 3، يبقى دي بواحد. احنا طلعنا النسب بالمساحات 40 لكام؟ ل 90، مساحة المثلث أ س ص لمساحة المثلث أ ب ج، ده طلع 40 وكله 90، يبقى النسب ما بين الأضلاع إيه؟ اللي هو أ ص على أ ج، هتطلع يا أستاذ جذرهم، هنا الصفر كان راح مع الصفر، يبقى 2 على 3، دي ب 2 ودي كلها ب 3. طب ما المثلثين دول برضو متشابهين، يبقى النسبة بين الضلعين دول 2 ل 3، يبقى دول كمان 2 ل 3. تعال هات النسبة في المساحات هنا، النسبة في مساحة المثلث د ع م لمساحة المثلث الكبير كله اللي هو د أ ه هتساوي 1 ل 9، هو مربع النسبة بين الأضلاع دي بواحد ودي كلها بتلاتة، بقت 1 ل 9. أنا معايا مساحة المثلث الصغير ده 13، نعمل بقى وسطين في طرفين،
يبقى يا أستاذ مساحة المثلث د أ ه طلع ب117. تمام، ده كله ب117. طب ما تشيل ال13، اتبقى هنا 104، يبقى النتيجة رقم ج. السؤال اللي بعد، إذا كان أ ب بيساوي 3 من أ د، يعني لو أ د كانت بس، يبقى أ ب كلها بثلاثة س، يعني دي طلعت 2 س. المثلث أ ه د هيشبه المثلث ب ج أ، ليه؟ في زاويتين هما قد الزاويتين في مثلث، نقطة ونقطة وقائمة وقائمة. طالما في زاويتين قد الزاويتين في مثلث، خلاص التالتة قد التالتة، يبقى هما متشابهين. طب ايه اللي بيشابه ايه؟ المثلث أ د ه هيشابه ب أ ج. اكتب النسب بين الأضلاع كده، يبقى أ د على أ ب س على 3 س، دول راحوا مع بعض بقت النسبة تلت. يبقى النسبة في المساحات كام؟ 9. يبقى 9 بتساوي مساحة المثلث الصغير 6 على الكبير كله. لو سمينا مثلا مساحة الكبير م، يبقى م طلعت بتساوي كام؟ 54. بس خلي بالك ان دي مساحة الكبير كله بالمثلث الصغير ده. طب ما تشيل الصغير، يعني هنشيل 6 من ال 54، اتبقى 48. السؤال اللي بعده، اذا كان مساحة الشكل د س ص ه دي بتساوي 30، المساحة دي ب 30. يا استاذ انا معايا المثلث الصغير ده بيشبه الكبير اللي هو أ س ص. المثلث أ د ه بيشابه أ س ص، إيه الأسباب؟ إن دول خطين متوازيين، الزاوية دي قد دي وأ مشتركة، إذن يتشابه المثلثان. يبقى مساحة المثلث أ د ه على مساحة المثلث أ س ص بتساوي 4 على 64. مش فاهم، مش احنا بنقسم مثلا نقول أ ه على الألف ص، وأ ه باتنين، وأ ص كلها بكام؟ بتمانية. لو ربعناهم، ما هو النسبة في المساحات بتساوي مربع النسبة بين الأضلاع، طلعت يا أستاذ النتيجة 1/16 بعد الاختصار. يبقى دلوقتي النسبة 1/16 بتساوي مساحة المثلث الصغير اسمه س، ومساحة المثلث الكبير س زائد 30. أنا جبت النسبة بين المساحات، هو قال إن مساحة الشكل ده 30، ما هو الشكل ده عبارة عن 30 زائد المثلث الصغير يقوم يديني المثلث أ س ص. هنعمل وسطين في طرفين يا أستاذ، بقى 16 س بتساوي س زائد 30، يبقى س الواحدة طلعت يا أستاذ بتساوي 2، لأن 15 س بتساوي 30، يبقى س بتساوي 2. يبقى أنا جبت مساحة المثلث الصغير ده طلعت بتساوي 2. هنقوم جايبين مساحة يا أستاذ المثلث أ س ص، مساحة المثلث أ س ص على مساحة المثلث أ ب ج، طلعت كام لكام؟ دول كده 8 وكلهم 10، يبقى 64 على 100، على الأربعة هنا فيها 16 وهنا فيها 25، بقت النسبة في المساحات بتاعتهم 16 ل 25. يبقى 16 على 25 بتساوي المثلث أ س ص مساحته بكام؟ ب32، لأنه عبارة عن 30 زائد الاتنين اللي طلعت، على مساحة المثلث أ ب ج، وسطين في طرفين، يبقى مساحة المثلث أ ب ج طلعت بتساوي 50. المثلث الكبير كله 50،
معايا منهم 32، يبقى لسه كام؟ يبقى لسه 18. يبقى الاختيار هيكون رقم ج. إذا كان مين نقطة تلاقي المتوسطات؟ المسألة دي يا شباب كل اللي بياخدها بالشبه ما بيقدرش يا أستاذ يوصل لحلها للآخر. ليه؟ لأن في معلومة من تانية إعدادي مهمة قوي، بتقول إيه؟ المتوسط، ما طالما في نقطة تقاطع المتوسطات يبقى ده كده اللي جاي من الجيم معدي بالميم هنكمله اسمه متوسط. يبقى احنا هنعمل عمل، هنوصل الخط ده كده وهنسميه مثلا جيم سين لو حبينا نعمل برهان. ده كده بقى اسمه متوسط. المتوسط يقسم سطح المثلث الى مثلثين متساويين في المساحة. ده كان تعريف مهم قوي في المتوسط. معايا 36، يبقى النص ده ب18 والنص التاني ده كله ب18. نقطة تقاطع المتوسطات كانت بتقسم بنسبة كام لكام من جهة القاعدة؟ كانت بنسبة 1:2 من جهة القاعدة. طب ما تمام، ما انت معاك بقى نسب في المثلثات اهي، المثلث الفاضي مع الكبير ده كله، احنا بنشتغل على النص التاني ده. يبقى احنا هنقول يا استاذ ان مساحة المثلث ج م د الى مساحة المثلث ج س ا هتساوي 4:9. ما هو النسب ما بين الاضلاع 2:3، يبقى النسب في المساحات مربعة 4:9 بتساوي، ده انا معايا الكبير، ما هو المتوسط قسمه الاثنين، ده ب18 والكبير ده ب18، هنا في 18 والفاضي ده هنسميه س. هنعمل يا استاذ وسطين في طرفين، السين طلعت بتساوي 8، مساحة المثلث ده طلع ب8. طب انا هشيل 8 من ال 36، اتبقى كام؟ 8 من ال 36 اتبقى 28، يبقى الاختيار هيكون رقم ب. إذا كان مساحة المثلث د ه واو بتساوي 6، فإن مساحة المنطقة المظللة كام؟ بص يا أستاذ، أنا معايا توازي، يعني الزاوية دي قد دي وكمان الزاوية دي قد دي بالتناظر، المثلث الصغير بيشبه الكبير كله، النسب ما بين الأضلاع 3 يعني د ه ل ب ج بتساوي 3:9، اختصرناها تلت، يبقى النسب في المساحات، يبقى مساحة المثلث د واو ه على مساحة المثلث ب أ ج بتساوي 9، بتساوي هو اداني مساحة الصغير، قال إن هو ب6، يبقى الكبير طلع بكام؟ طلع ب54، الكبير ده كله بما فيه اللي فاضي ده ب54. طب ما تشيل الستة، اتبقى 48، يبقى المنطقة المتظللة هتطلع ب48. إذا كان المثلث أ ب ج يشابه المثلث د ه و، وكان أ ب بيساوي س ود ه بتساوي س زائد 1، فإن مساحة المثلث أ ب ج ومساحة المثلث أ ب ج بتساوي س زائد 2، ومساحة المثلث د ه واو بتساوي س زائد 7، فإن قيمة س بكام؟ أنت قلت إن المثلثين متشابهين، يبقى لو ربعنا النسب بالضلعين المتناظرين من التشابه ده، الضلعين المتناظرين أ ب على د ه، أول رمزين مع أول رمزين، لو ربعناهم يديني النسبة في المساحات. النسبة في المساحات هو قال مساحة المثلث أ ب ج بكام؟ بس زائد 2، والمثلث ده ه واو بس زائد 7. طب هو اداني أ ب قال لي بس، يبقى هنا س تربيع على س زائد 1 تربيع بتساوي س زائد 2 على س زائد 7. هنصفي يا أستاذ، هنعمل وسطين في طرفين، دي لما فكناها بقت س تربيع زائد 2 س زائد 1. نعمل وسطين في طرفين كده،
سين تكعيب. أنا عندي دي بإشارة مخالفة دي راحت بقت 7 سين تربيع بتساوي 4 سين تربيع زائد 5 سين زائد 2 بقوا 3 سين تربيع. لما هنساوي المسألة دي كلها بالصفر، 3 سين تربيع ناقص 5 سين ناقص 2 بتساوي صفر، يبقى 3 سين في سين، الواحد في 2 الكبير ياخد النص والتاني عكسه، ومنها السين بتساوي 2 لأن مش هينفع يكون فيه طول بالسالب. كده أنا جبت يا أستاذ السين ب2. السؤال اللي بعد كده، لو الدال ه بيوازي الب ج واله واو بيوازي الألف ب وألف دال على دال ب بتساوي 2 على 3، يا أستاذ إحنا نقدر دلوقتي نجيب مساحة المثلث ده للكبير كله كام لكام؟ مساحة المثلث ألف دال ه إلى مساحة المثلث ألف ب ج بتساوي 4 لـ25، نساب ما بين الأضلاع 4 لـ25. طب يا أستاذ مش نقدر برضو نجيب مساحة المثلث ده لمساحة المثلث ده؟ ما الخطين دول متوازيين كده، حرف الايه الاف والزاوية دي هتكون قد الزاوية دي، ليه؟ علشان دول متساويين ودي بتساوي دي، حرف الاف كده وحرف الاف كده. المهم ان هما متشابهين، يبقى مساحة المثلث ألف دال ه على مساحة المثلث ه هو ج بتساوي 4 لـ9. أنا طلعت ده بـ4 مثلا وده بـ9 والكبير كله كان بـ25. طيب 25 هنشيل منهم 13، اتبقى كام؟ اتبقى 12، يبقى المتوازي ده هيطلع بـ12. علشان اجمع التلاتة يقوم يديني المثلث الكبير اللي هو بـ25. المتوازي طلع بكام؟ بـ12، ومساحة المثلث ألف ب ج الكبير 25، يبقى الاختيار هيكون رقم ج. معايا مربع تمام طول ضلعه 6، طب ما هو مساحته يا أستاذ 36، المثلث ده لوحده بـ18 لأن القطر هيقسم سطح المربع لمثلثين متساويين في المساحة. بيقول إن القطع دي متساوية تمام، يعني دي بـ2 ودي بـ2 ودي بـ2 لأن طول ضلع المربع بكام؟ وبعدين يا أستاذ أنا عاوز مساحة الشكل س ص واو ه، طب ما هو فرق مساحة المثلث ده من الكبير كله، يبقى إحنا نجيب مساحة المثلث د س ه على مساحة المثلث د ص واو بتساوي 2 لـ4، يعني نص لو ربعناهم ربع. النسب ما بين الأضلاع 2 لـ4 اختصرناهم دول نص، لو ربعتهم يبقى ربع، يعني دي دلوقتي طلعت بـ1 ودي طلعت بـ3. طيب نجيب مساحة المثلث ده للكبير كله، يبقى يا أستاذ مساحة المثلث د س ه على مساحة المثلث د ب ج دي 2 ودي كلها 6 اختصرت طلعت بـ9. معايا من التسع دول كام؟ معايا دي 1 و3 كده 4، يبقى لسه هنا كام؟ 5. طب مجموع النسب دي كلها كام؟ مجموع النسب دي 18، يبقى انا معايا س و3 س و5 س. خلي بالكم يا شباب دي كانت نسب مش قيم، بتساوي 18، يبقى السين طلعت بـ2، ده كان 3 سين، يبقى الاتنين في 3 يطلع بكام؟ هيطلع بـ6، يبقى مساحة ده يا باشمهندسين طلعت 6، يبقى الاختيار ألف. آخر سؤال معانا النهاردة، عاوزين سين زائد صاد زائد عين. بكل بساطة يا أستاذ مسألة سهلة، أنا أقدر أجيب الضلع التالت من فيثاغورس، يبقى السين والصاد دول طلعوا بـ15، دول كده بـ15. عايزين نجيب العين، ده في ده زائد ده، يبقى العين هتساوي 12 في 9 على 15، 7.2 من 10،
يبقى 15 زائد 7.2 طلع الناتج 22.2. نتمنى ان نكون استفدنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.